بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مادة تي 471 أو الفاينل بروجكت، إزاي نشتغل في مشروع التخرج. طبعا أنا شايف إن الناس عندها أزمة كبيرة في الموضوع ده، معتبرة مشروع التخرج ده حاجة يعني إيه مرعبة، وبتسبب لهم هيدك رهيب، وبيحصل مغامرات ومشاكل كتير قوي في الموضوع ده. فتعالوا نفهم واحدة واحدة علشان نعرف احنا نبدأ ازاي، وكل واحد يختار الطريقة اللي ينفذ بيها المشروع بتاعه. أولا الفكرة من المشروع أو الهدف، خلينا نقول كده، الهدف من المشروع أو الفاينل بروجكت إن أنت تعمل اكسبلورينج، تبحث وتنفستيجيت، تدور على المعلومات والتقنيات، وفي نفس الوقت تجمع كل الكورسز اللي أنت درستها. فمش منطقي أبدا إن أنت تعمل الفاينل بروجكت وانت لسه لك 3 4 كورسات. لا، المفروض ان انت بعد ما يكون فاضل لك خلاص مادتين ولا حاجه، وفي مواد معينه هي السبجكت معينه لازم تكون هي اللي باقيه لك، هنتكلم دلوقتي عنها، تبدا تسجل الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت يا شباب هو عباره عن جزئين، بارت 1 وبارت 2، او بيتسجل على ترمين مش في ترم واحد. البارت الاول هو البريبريشن، والبارت الثاني هو الامبلمنتيشن. فبارت 1 وبعدين بارت 2. طبعا انا ماليش دعوه بتقسيم الدرجات، ممكن نتكلم عنها طبعا، لكن دي بتختلف وبتتغير من فتره للتانيه. المهم بالنسبه لنا دلوقتي هو الاستراكشر بتاع البروجكت. اول خطوه خالص هو الفكره، هو الاول يعني ايه مشروع التخرج. مشروع التخرج يعني يكون عندك سوليوشن، والحل ده يكون اساسه في مشكله. يبقى الاول يكون عندي مشكله وانا هفكر في حل، او يكون لها حل، بس انا بدور على البيست سوليوشن او اوبتمايزيشن للحل اللي موجود. طب ادينا امثله. في امثله كتير وافكار كتير جدا. نبدا بطرق بدائيه وافكار بسيطه جدا. مثلا انا بشتغل في مكان معين، المكان ده فيه موظفين وفيه هيكل اداري وفيه مستندات. يعني ايه مستندات؟ يعني الموظف بيبدا يعمل شغله، فبيبعت للمسؤول بتاعه، المسؤول يبعت للمسؤول اللي بعده، المسؤول يعتمد الورق او يرفض الورق فيرجع مره تانيه. فالمهم ان في دوره مستنديه. الموديل ده بنسميه الورك فلو، ورك فلو للبيزنس، وده عام ومطبق في كل الجهات او كل الشركات او اي جهه عمل بيكون عندها دوره مستنديه. فايه المشكله هنا؟ المشكله، ودي مشكله قديمه يعني، واتحلت 100 مره قبل كده، يعني مش احنا ما بنقولش اختراع جديد. فمثلا في جهه حكوميه دوره العمل المستنديه بتتم في شهر، علشان تعمل مناقصه معينه بتتم في 9 شهور. طيب ايه هدفنا؟ يبقى دلوقتي المشكله فين؟ اتحددت المشكله ولا لا؟ المشكله هي الوقت الطويل، البيروقراطيه او الاجراءات الورقيه، الإجراءات، طول الإجراءات. ممكن يكون في مراجعين، يبقى إرهاق المراجعين وازدحام المراجعين وإهدار للمال وتكلفة عالية من إن أنا أنفذ عمليات بوقت طويل، يبقى أو تاخد مني وقت طويل وممكن تسبب عطل للبزنس. يبقى أنا عرفت المشكلة، يبقى البروبلم اتحددت. الورك فلو بتنفذ العمل لكن بطريقة بطيئة. فالحل إن أنا أعمل سوليوشن. يبقى لما عرفت المشكلة بدأت أفكر في السوليوشن. إيه هدفك هنا؟ هدفك improve، تحسين، facilitate. facilitate يعني عايز أسرع العمل، أو إن أنا أخليه more مثلا fast، fastest، أسهله facilitation وأعمل له سمبليفاي، تبسيط للاجراءات. طيب كل الكلام اللي انت عايز تقوله ده يتنفذ ازاي؟ ان انا مثلا اعمل تطبيق او برنامج، البرنامج يستخدمه الموظفين، فالموظف بدل ما يكتب الطلب بتاعه او المواطن يقدم الطلب بتاعه على الاوراق، لا، يسجل طلبه بالكمبيوتر. وده اللي بيحصل دلوقتي، الخدمات كلها بقت موجوده اونلاين. طيب والكمبيوتر يبعتها دايركت في قاعده بيانات، والداتابيز دي يطلع عليها المسؤول، يفتح الانترفيس بتاعه ويشوف البيانات ويقبل او يرفض، ويبعت لك الكلام ده سواء على الموبايل بتاعك نوتيفيكيشن، او يبعت لك في ايميل، او يبعت لك غيره. يبقى ده شكل من اشكال
المشاكل، وده الحل اللي احنا عايزين نوصل له، ودي كده فكرة مشروع تخرج ناجح جدا. وحد يقول لي طب ما هو مطبق، ايوه انت بقى دور على طريقة تحسن، دور على ثغرة او عيب او ويك بوينت في موجود مشروع موجود فعلا او فكرة مطبقة فعلا، وحاول ان انت تحسنها. في انواع تانية، اه طبعا في انواع تانية، في برامج اللي هي بتساعد الناس في اعمالها غير اللي احنا قلناه ده، ده بيمانج بيزنس معين، لكن ممكن انت تحتاج تعمل مشروع تخرج مثلا يساعد المعاقين ان هم يعمل موبايل ابليكيشن ويكون فيه فويس كوماند. الفويس كوماند دي تساعد الناس اللي عنده اللي ما بيشوفش كويس انه يتحرك، بتعمل مثلا برنامج للنافيجيتور يساعدك على اكتشاف اماكن معينة، يبقى افكار تساعد افراد او مهن معينه او جهات معينه، او ان انت تعمل موديل او ماكت مصغر ليه. وده طبعا اللي احنا اتكلمنا عنه دي كلها بتبقى برامج باستخدام سوفت وير او برامج تقنيات درسناها في الجامعه، هنتكلم عن التقنيات وانواعها. لكن في نفس الوقت انت تقدر تستخدم دلوقتي دوائر كهربيه، بيقبلوا عندكم في الجامعة الموضوع ده، إن أنت تقدر تعمل دايرة كهربية. الدايرة دي فيها أي سيز وفيها ملفات وفيها سيركل ومكثف وكوندنسر علشان تنفذ مثلا فكرة لوجيكال جيت، تنفذ فكرة معينة، فدي باستخدام الأردوينو. أونو أو باستخدام تقنيات برضو متنوعة، ده أشهر واحد يعني. ايه بقى يعني انا لما افكر في الفكره بتاعتي واوصل لفكره مشروع ابدا اطبق ازاي؟ علشان انفذ المشروع بتاعي لازم اول حاجه زي ما اتفقنا اعمل بروبلم ديفينيشن، اعرف المشكله ايه. بقى اول خطوه لازم تعرف المشكله، وده اللي يساعدك على ان السوبرفايزر بتاعك يحسبت الفكره بتاعتك ان انت تعمل ايه؟ بروبلم ديفينيشن وبشكل واضح حددت المشكلة بشكل واضح، ومين الجهة المتضررة ومين اللي بيعاني من المشكلة دي. بعد ما تحدد البروبلم ديفينيشن تحط ابروتش او انيشيال سوليوشن، حل مبدئي، انا هعمل برنامج بيحل المشكلة دي بشكل مبدئي. يبقى الخطوة الثانية احط انيشيال سوليوشن. بعد ما اخلص الانيشال سوليوشن ابدا اعمل ديزاين. ما حدش يقول لي ديزاين يعني ارسم الشاشات، لا الشاشات احنا ما اتكلمناش لسه في حاجه ديزاين للسوليوشن. يعني السوليوشن بتاعي ده هيحتاج قاعده بيانات، هيحتاج مثلا موبايل ابلكيشن، هيحتاج ويب ابلكيشن، هيحتاج ايه بالظبط عشان يتنفذ. فبالتالي لازم اديزاين السوليوشن بتاعتي او اصمم فكره الحل بتاعي، هطبق اي وسيله عشان اوصل للبرنامج بتاعي. يبقى اول حاجه عرفت البروبلم، تاني حاجه انيشال سوليوشن، تالت حاجة ديزاين للفكرة، الخطوة الرابعة هي الامبلمنتيشن. وهي التنفيذ، وده مربط الفرس أو جزء مهم جدا في الموضوع، واللي احنا بنستقد بقى هنا ونبدأ ندور على ناس تساعدنا ويحصل مشاكل مش وقته نتكلم عنها، لكن هي الخطوة دي الخطوة الكريتيكال. الثلاث خطوات الأولى ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3 هم دول اللي بنسميهم بارت 1. يبقى بارت 1 انت دورك ايه؟ تقدم بروبوزل. ايه هو البروبوزل؟ في واحد واثنين وثلاثه، عندي مشكله، اقترح الحل الفلاني، وهكمل بقيه بارت 1 ان انا اديزاين الحل ده لما يحصل اكسبتنس، يعني القبول بتاع الفكره هيكون هنا. قبول الانستراكتور بتاعك او السوبرفايزر بتاعك او التيتشر يعني اللي ماسك المشروع بتاعك هيكون في اللحظه بعد رقم اثنين لما تعمل له بروبوزل. يبقى بارت 1 فيه بروبوزل اللي هو فيه واحد واثنين، المشكله والانيشال سوليوشن، وطبعا ده يتضمن ان تحط خطه زمنيه وتقول هخلص في شهر كذا زي ما هنشوف. بعد كده تكمل بارت 1، تكمله بارت 1 ان انت هيكون عندك تي ام اي و initial report، الاثنين دول هتكتب فيهم ايه بقى؟ هتكتب فيهم ها الديزاين سوليوشن بتاعك، اقترح كذا اقترح كذا، وابدا بالتفصيل اتكلم، وهنتكلم دلوقتي عن الديزاين سوليوشن قبل ما نكمل شغلنا. يبقى الخطوه الاولى ان انا حددت المشكله. طيب تعال نشوف بقى بعد الخطوه الاولى والثانيه ازاي اعمل ديزاين للسوليوشن.
من اشهر الامثله وانجح الامثله عندكم سيمبل، وكل واحد يقدر يعمل بنفسه المشروع بتاعه، ان انت تطبق فكره ويب ابلكيشن. ليه تطبق فكره ويب ابلكيشن؟ ويعني ايه فكره ويب ابلكيشن؟ ويب ابلكيشن يعني تطبيق ويب بيشتغل من خلال البراوزر. مكونات الويب ابلكيشن الستاندرد، طبعا في اشكال كتير غير اللي انا هقوله ده، لكن اللي انا بقوله ده الشائع والكومن والستاندرد، واللي يجيب لك ريزلت كويسه ونتيجه كويسه وبسهوله، وتقدر انت تنفذه بنفسك. ده اللي يهمنا. اول حاجه يكون في قاعده بيانات عشان نخزن فيها الداتا، البيانات بتاعتنا او الداتابيز. الداتابيز دي في انواع للداتابيز، في نوع مشهور جدا اسمه ماي اس كيو ال، ميزته انه فري و متاح ومتوفر لكل الناس، واي حد يقدر يستخدمه من غير لايسنس ولا سيرتيفيكت او حاجه. يبقى الماي اس كيو ال دي احد انواع الداتابيز. في نوع تاني اسمه اس كيو ال، مايكروسوفت ام اس كيو ال او ام اس كيو ال، خلاص. والنوع الثالث اسمه اوراكل. طبعا في 100 نوع، لكن انا بجيب لكم الاشهر الاشهر، اوراكل داتابيز، وكل واحد فيهم له اصدار. الثلاثه دول على سبيل المثال، الثلاثة دول يمثلوا قاعدة البيانات، أشهر 3 قواعد بيانات تقدر تستخدمهم في مشروعك. طيب، وبعدين؟ وبعدين عايز أعمل ويب سيرفر. إيه الويب سيرفر ده؟ برنامج بينزل على جهازك يحول جهازك إلى سيرفر، أو إن الناس تقدر تعمل عنده ريكويست أو هوستنج. يعني زي مين؟ زي نظام ال LMS. ال LMS ده موجود على سيرفر، وأنت بتقدر تدخل عليه من جهازك، يبقى ال LMS ده موجود على ويب سيرفر. أشهر أمثلة الويب سيرفر واحد اسمه أباتشي، أباتشي سيرفر، أو أي أي إس سيرفر، أو ويب لوجيك سيرفر، أو توم كات سيرفر. في مليون سيرفر. طب اللي أنت ليه كاتبهم كده؟ بصراحة أنا عايز أوضح لك حاجة، اللي يحب يعمل مشروع تخرج بالويب أبليكيشن أو الويب تكنولوجي يفضل ياخد حاجة اسمها انتجريتد موديل. يعني ايه انتجريتد موديل؟ يعني لما تشتغل ماي اس كيو ال يفضل تشتغل معاها يا اباتشي. لما تشتغل ماي اس كيو ال او مايكروسوفت اس كيو ال اللي هو سيكوال سيرفر، يعني يفضل تستخدم معاه الاي اس. ليه يفضل؟ سهوله التواصل بينهم، الانتجريشن والترابط بينهم مباشر وسهل. اوراكل داتابيز يفضل التقنيات بتاعت اوراكل داتابيز تبقى كومباتبل، بنقول الكلمه دي مهمه، كومباتبل مع الويب لوجيك سيرفر. طيب وبعدين؟ يعني انا جبت السيرفر وجبت الداتابيز ووصلتهم ببعض، فاضل لي ايه؟ فاضل لي الابلكيشن اللي هيكون جوه السيرفر، الصفحات بتاعتي اللي هي زي ال LMS بقى نفسه. ال LMS ده موجود ايه؟ عباره عن ايه؟ تطبيق ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن انا اخترت موديل، وهكلمك عن بقيه المودلز، لكن دلوقتي خلينا في الموديل اللي احنا بنتكلم عنه ده، الويب ابلكيشن. طب الويب ابلكيشن هكتبه باي لغه؟ برضه في لغات، زي ما في انواع للسيرفر وفي انواع للداتابيز، كمان في انواع للويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن ده ممكن اعمله بموديل اسمه البي اتش بي، ودي ميزتها ان درسناها في الجامعه، بي اتش بي كانت كورس علينا. والاي اس نقدر نستخدمه بحاجه اسمها اي اس بي دوت نت، او اي اس بي القديمه، او سي شارب، وات ايفر. اي اس بي دوت نت مع سي شارب ده بيشتغل مع الاي اس، او ان انت تستخدم حاجه اسمها الجي اس بي او الجي اس اف او الـ ADF. الحاجات دي كلها هي عبارة عن جافا، وانت درست برضو الجافا في الجامعة. طب ايه الترتيب ده؟ الترتيب زي ما هنكمل برضو نفس الكلام، لو اخترت ماي اس كيو ال وتنزل ويب سيرفر اباتشي، يبقى يفضل تستخدم البي اتش بي. طب ينفع استخدم حاجة تانية؟ ينفع، انا بقول لك يفضل. ليه؟ easy to connect together، compatible. كلمة ايه؟ compatible. لو سيكوال سيرفر مع اي اس يبقى اي اس بي دوت نت، لو اوراكل مع ويب لوجيك يبقى تستخدم معاه اي دي اف او جي اس اف او جي اس بي. طيب ايه كل الحاجات دي؟ هل الحاجات دي صعبه عشان اتعلمها؟ ابدا. يعني مثلا اديني موديل عشان افهم الموضوع ماشي ازاي. في برنامج لو انا هشتغل على الستاك بتاعي او الموديل اللي هو بيعتمد على اول واحده ماي اس كيو ال او ماريا داتابيز دلوقتي اسمها، زائد البي اتش بي اللي هنزلها على السيرفر اللي اسمه اباتشي سيرفر، انزل الحاجات دي كلها ازاي؟ درسنا في ماده 275 تقريبا، درسنا ان في برنامج فيه كل الحاجات دي مع بعض، مجرد ان انت تعمله انستول، سواء كان اكسام او كان وام. فيهم ايه دول؟ فيهم كل حاجه، مجرد ان انت تعمل انستليشن بقى عندك سيرفر وعندك داتا بيز بتشتغل مباشره،
وعندك اللايبرري بتاعت البي اتش بي تقدر تستخدمها زي ما انت عايز. طب حد عايز يستخدم موديل تاني، يبقى محتاج تنزل الاوراكل داتابيز، محتاج تنزل الاي دي اي بيئه العمل اللي هنكتب بيها. نسينا نقول ان الحاجات دي كلها بتشتغل من خلال انستولينج لاي دي اي. يعني ايه اي دي اي؟ يعني بيئه العمل. فالاي دي اي مثلا في حاله البي اتش بي اقدر استخدم اي اي دي انا عايزه، فيه حتى النوت تكست نوت بلس بلس او التكست اديتور بتاعتنا بشكل عام تكتب بي اتش بي، واشهر واحد اسمه دريم ويفر، ده اللي بيساعد على ديزاين وكتابه اكواد البي اتش بي، دريم ويفر. بس اعتقد انه له لايسنس يعني مش هتلاقيه فري. الاي اس بي بيشتغل بحاجه اسمها فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو والحاجات التانية دي كلها بتستخدم معاها اديتور اسمه جي ديفلوبر. جي ديفلوبر هو في تاني اديتور، طبعا في اديتور كتير زي اكليبس وزي فيجوال، الفيجوال بيزك ستوديو، الاستوديو يعني بتاع الفيجوال بيزك، وزي النت بين مثلا اللي استخدمناه في الجافا، في حاجات كتير. لكن اللي انا قلت لك عليهم دول اللي بيعملوا برودكت او بيشتغلوا في البروجكت بشكل عملي او افضل بالنسبة لنا. الترتيب مهم، انا كتبتهم لك بالترتيب عشان اللي هياخد واحد اتنين تلاتة، لو خدت واحد يبقى لازم تاخد واحد، يفضل مش لازم تاخد واحد، تاخد واحد. طب لو اشتغلت اتنين يبقى تشتغل معاه اتنين، تشتغل معاه اتنين، تشتغل معاه اتنين. لو اشتغلت تلاتة اللي هي الداتابيز اوراكل، يبقى الويب لوجيك سيرفر، وده بيكون موجود اصلا اوريدي داخل الجي ديفلوبر. الكلام ده هنشتغله بالتفصيل، احنا هنتكلم عنه بالتفصيل لما نشتغل في البروجكت بتاعنا ونشوف ازاي نعمل امبلمنتيشن. يبقى دلوقتي انا عرفت كل اللي احنا قلناه النهارده او في الشويه دول، ده موديل واحد بس اسمه ايه؟ اسمه ويب ابلكيشن. ويب ابلكيشن ان انا هعمل تطبيق يشبه ال ام اس. طيب في تطبيقات تانية؟ طبعا في تطبيقات زي ديسكتوب ابلكيشن، بس دي مش شائعه دلوقتي وبتستخدم زي برامج المحاسبه اللي بتنزل على الانستولد على الاجهزه الشخصيه او بي سي دي عشان تشتغل بيه، فما نوت ريكومندد يعني ان انتوا تعملوا ديسكتوب ابلكيشن. لكن الحاجه الجديده دلوقتي هي الموبايل ابس. الموبايل اب، والموبايل اب عندك اكتر من تكنولوجي، يا اما تعمله نيتف، خد بالك من الكلام ده، نيتف يعني برنامج يتعمل بلغه يشتغل على جهاز كومباتبل معاها. مش فاهم يعني لو اشتغلت بالاندرويد ستوديو يبقى انت بتعمل برنامج ينزل على الاندرويد ابلكيشن فقط، ما يشتغلش مثلا على الايفون. فلو عملت برنامج باستخدام الاكس كود او بالسويفت او بلغات الموبايل ابلكيشن الابل، فبالتالي هينزل على الجهاز الايفون. سواء عملت بده او اشتغلت بالتكنولوجي دي، فانت بتشتغل في حاجه اسمها نيتف ابلكيشن. يعني ايه نيتف؟ يعني برنامج يشتغل على بيئه خاصه بيه، محلي او تابع له. في حاجات حديثه دلوقتي زي حاجه اسمها رياكت، حاجه اسمها ايونيك، وغيرها كتير، فلوتر. الفلوتر والايونيك والرياكت دول يا شباب بيتعمل بيهم نون نيتيف ابلكيشن. يعني ايه؟ يعني ابلكيشن يتعمل ويشتغل على الاندرويد ويشتغل على الايفون ويشتغل على اجهزه الويندوز زي جهاز مايكروسوفت تقريبا ونوكيا، الاجهزه الجديده مايكروسوفت ونوكيا بيشتغل عليها ده مباشره، مش محتاج ان انت تشتغله بشكل نيتيف او لوكال على الماشين اللي انت بتحددها او الديفايس. طب ده بيشتغل ازاي؟ ده هنشرح في سيشن تانية ان الموبايل ابلكيشن يا شباب بيحتاج برضه الويب سيرفر، بس مش هيتصل دايركت بالويب سيرفر، لا، الويب سيرفر بيكون فيه الداتا بيز وبيكون فيه الاكواد اللي مثلا بلغه البي اتش بي، ومثلا هنا ماي اس كيو ال، هنشرح الكلام ده في سيشن لوحدها كامله. بي اتش بي مع اس كيو ال يحصل بينهم كونكشن، وده بنسميه كده الباك اند. والموبايل ابلكيشن اللي انت هتعمله ديفلوبمنت بالاندرويد ستوديو هيبقى فيه البيانات، ولما بيحب يتواصل مع الداتا بيز ما بيتصلش دايركت، لا غلط. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيبعت البيانات للباك اند، والباك اند هو اللي يتصل بالداتا بيز، سكيورتي وبرفورمانس وحاجات كتير جدا. ارسال البيانات ده مش كونكشن، لا ده اسمه ترانسميتنج باستخدام تكنولوجي اسمها الجيسون. انا مش عايز
ادخل في العمق شويه، عايز ارجع تاني للاستراكشر بتاع المشروع ده، نوع تاني من البرامج اسمه موبايل ادز. في انواع ثالثه وغيرها وغيرها، بس للاسف انا ما عنديش اكسبيرينس فيها، فانا اتكلمت عن الموضوعات اللي اقدر اتكلم عنها، وفي نفس الوقت انت تقدر تعمل لها امبلمنتيشن لان انت درست الكلام ده في الجامعه. طيب يبقى اتكلمنا عن بارت 1، وقلنا بارت 1 في تي ام اي وريبورت مبدئي، وقبلهم البروبوزل اللي انت هتحط فيه البروبلم، بعد كده الانيشال سوليوشن، بعد كده الديزاين سوليوشن. البارت 2 اتكلمت عنه دلوقتي بالتفصيل، بارت 2 اللي هو التنفيذ، يا اما هتنفذ باستخدام التكنولوجي بتاعت الويب اللي احنا قلناها، او باستخدام الموبايل او غيره لو تفضل تستخدم. طبعا في مشاريع الناس بتعمل مشروع التخرج عباره عن ريسيرش او انفستيجيشن في موضوع معين، ومش ضروري، او يعمل احصائيات معينه مش ضروري يكون سوفت وير، ده بيرجع لك وبيرجع لاتفاقك مع السوبرفايزر، اللي انا بتكلم على الحاجات اللي بتحتاج مجهود او بتحتاج شغل وبتكون صعب ان احنا ننفذها بسهوله. كده رجعنا للموضوع بتاعنا، عرفنا البارت الاول بيتكون من ايه؟ من بروبوزل، وبعدين تي ام اي، وبعدين اخر حاجه الريبورت، وبتقدم برزنتيشن، بتقدم برزنتيشن مبسط عن اجمالي كل اللي انت عملته، بتقدمه كده برزنتيشن بالباوربوينت، تعرض فيها اعمالك، وبيكون في ايفالويشن على الكلام ده. اعتقد يعني ان الجزء الاول لا يتخطى من 30 ل 35% من التوتال جريد، بس انا ما يعني بيتغير، ومش موضوعنا، انا مش بتكلم على تقسيم الجريدز، انا بتكلم على ازاي انت تشتغل وتنفذ الكلام ده. البارت الثاني هيكون في الامبلمنتيشن، التنفيذ الفعلي لشغلك، وده الامبلمنتيشن هيطلع لنا حاجه مهمه جدا اسمها البروجكت فايل، او الاوتبوت اللي انت هتعمله، البرنامج نفسه مع مشتملاته من داتابيز وغيره. وطبعا في تي ام اي، ده كان 1، يبقى هنا في تي ام اي 2، وبعدين الفاينل ريبورت، فاينل ريبورت، واخيرا برزنتيشن بتعمل فيها تكنيكال، بيسموه تكنيكال انسبكشن، او عمليه الديفنسنج دي، ان انت بتروح تناقش بقى الناس، تنقد شغلك وتدور على الديفو، وانت تدافع عن نفسك وتطلع المميزات واي مشكله يلاحظوها. يعني هو مش اختبار، هو تقييم للعمل في البرزنتيشن بتاعك. والجزء ده هيكون فيه اللي هو بقيه ال 65% او 60% او 70% وات ايفر، مش موضوعنا، وما حدش يعتمد على الارقام دي، دي ارقام افتراضيه او ممكن من سابق، كل مره بتتغير حسب الكورس يعني، مش بس طبعا واضح ان الويت الاكبر والجزء المهم هنا، لكن بناء على بدايتك هتكون تقدر تستمر فيه بسهوله او لا. كده خلصنا المقدمه بتاعه البروجكت، هيبقى ان شاء الله معانا بقى تفصيل، مثلا هنعمل سيشن كامله عن الموديل ده ومكوناته، وازاي نطبق الفكره دي والتقنيات دي هنشتغل بيها ازاي، نقدر نتكلم عنها بالتفصيل. او الموديل الثاني اللي هو مثلا انا هشتغل مع الناس فكره الاي دي اف مع باستخدام الجي ديفلوبر واوراكل داتابيز، فالثلاثه دول هنشتغل بيهم، نعمل سامبل كده بروجكت عشان تشوف ان الموضوع بس محتاج ان انت تبذل مجهود، وان شاء الله تطلع نتيجه بيزد على الايديا او الكونسبت اللي انت هتعتمد عليه في المشروع بتاعك. والسلام عليكم.